حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا حبيب بن ابي عمره قال حدثتنا عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الا نغزو ونجاهد معكم فقال لكن احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور فقالت عائشه فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم